أحمد، شو بتخبرنا عن هيدا المهرجان بيروت، جوائز بيروت الذهبية؟ جوائز بيروت الذهبية إحدى الجوائز المهرجانات المهمة اللي هي بتمنح جائزة لناس متميزين في عطائهم الفني، سواء كانوا ممثلين أو فنانين مبدعين من لبنانيين ومن خارج لبنان من العالم العربي. وهي هاي الجزء الثاني من المهرجان، العام الماضي كان، والسنة هاي إن شاء الله السنة القادمة حيكون مهرجان بصورة أفضل، لأنه النية موجودة عندنا أنه إحنا نفتح قناة تلفزيونية باسم بيروت جولدن أورد خلال فترة المهرجان عشان تبين صورة الإبداع اللي ممكن يعطوه الفنانين. يعني عم نشوف بلبنان خصوصا خلال فصل الصيف عم في مهرجانات كتير كبيرة عم بتكرم، شو راح يميز هيدا المهرجان عن غيره من المهرجانات؟ كل المهرجانات هدفها واحد، هي تكريم الناس المبدعين. كل مهرجان بيختلف عن الناحية الثانية من ناحية وجهة نظر القائمين على هذا المهرجان، مين هو اللي بيستحق هذا التكريم أو مين لا يستحق التكريم. احنا الكوميتي، المجموعة اللي موجودة في هذا المهرجان، عندها خلفيات سابقة في موضوع الإنتاج التلفزيوني والإنتاج الفني وتقديم الخدمات للمحطات التلفزيونية. هذا خلى لنا علاقة وتواصل كثير كبير مع الفنانين والفنانين والمبدعين، اللي احنا نقدر نميز انه هذا الفنان بيستحق جائزة ولا لا. وظاهرة صحية انه يكون في عدة مهرجانات لنفس الموضوع. اذا اخذت بعين الاعتبار مثلا تلاقي مهرجانات السينما في بعض الدول زي المغرب مثلا، في عندك شيء 12 مهرجان للسينما بالسنة. دول أخرى بتلاقي عدة مهرجانات بتتكلم على نفس الموضوع، بيختلف التقييم من لجنة إلى لجنة، وإحنا مهرجاننا بتقدر تعتبريه أنه مكمل لبقية المهرجانات الأخرى. لو وصلتوا الأسماء المكرمين، كان في لجنة هي قيمت، ومين أعضاء هيدي اللجنة؟ ما في لجنة قيمت هذا المهرجان، ما في قيمت المكرمين، ما في علامات، ما في هذا الموضوع. السيستم تبع اختيار المكرمين بيعتمد على أهم الأعمال اللي عملوها هذول الناس، شو انكتب عنهم في وسائل التواصل الاجتماعي، شو عملوا شو سووا. من هالمنطلق هذا اخذنا، ما في تصويت جمهور، ما في تصويت اعضاء لجنه. قد ايه عدد المكرمين؟ عدد المكرمين السنه هاي مبدئيا ممكن يوصل لغايه 25 مكرم. من لبنان او في من غير دول؟ من لبنان وفي من دول تانية طبعا اكيد كثير.